بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم موضع البحث كان من هذه الجهة أو, أو, أو الوصول إلى جواب هذا السؤال أنه ما هو الفرق بين الأصل العملي والقواعد الفقهية وطبعا هذا السؤال يكون سؤالا أساسيا صحيح أن علم الأصول وتركيب مسائلها و انضمام بعضها مع بعض الاخر یکون امرا اعتباریا لا يكون شيئا تكوينيا ولكن هذا الاعتبار لابد ان یکون مبتنیا على اساس رسین به حیث یحتمد على هذا الاساس و لا بد ان یکون هناك جامعا و مانعا فنحن نحن ما نجعل مجموعه من القواعد والمسائل في مكان واحد ونجعل اسمها علما خاصا ونخرج كثير من القواعد والمسائل التي تشابهها عن تحت هذا العلم فلا بد ان يكون وراء هذا العمل تبيينا دقيقا منطقيا بحيث ما هو يكون مفهوما لعموم اهل الفن إذا هنا سؤال أنه لماذا ارتكبتم هذا الفعل لماذا ما هو تجعلون البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب جزءا من مسائل الأصول وتخرجون جميع قواعد الفقهية عن تحتها منها قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة من حيث التطبيق مثل البراءة يكون تارة يطبق على الشبهة الحكمية وتارة يطبق على الشبهة الموضوعية أي فرق بينهما؟ صاحب الكفاية في درس القبل أتى بجواب وحيد قال فرق الأول أن قاعدة التهارة مسلمة الباحث ولا يوجد فيها أي خلاف بين الأعلام بينما الأصول العملية الأربعة تحتاج إلى التبيين فعليها ما هو ما يحتاج إلى التبيين يجب أن يبحث ويترح في علم المريض هو الذي عليها يحتاج إلى الدواء في أي مكان يوجد هناك مرزون لا بد ما هو من أخذ الدواء إلى ذاك المكان فكأنه هذه الأصول العملية الأربعة مريض تحتاج إلى التبيين لأجل هذا ما هو نحن تعرضنا له أما إصالة الطهارة بما أنها غنية وسالمة ولا تحتاج إلى البحث فنحن تركناها هذا بيان الأول بيان الثاني للمحقق الخراساني يقول هناك فرق آخر أيضا أنه قاعدة الطهارة تختص بباب الطهارة يعالج الموضوع ويبين الحكم والوظيفة على حال عند التحير والترديد ولكن في خصوص باب الطهارة بينما أصل التخيير والاستصحاب والبراءة والاحتياط كلها تجرى من أول الفقه كتاب الطهارة إلى آخر الفقه الديات والقصاص لأجل هذا لا يخاص أحدهما بالآخر ولأجل هذا الفارق الأساسي نحن ماذا فعلنا؟ جعلنا الأصول العملية أربعة بقولنا هذه الأربعة تندرج في نطاق الأصول بخلاف البقية يقول هذا خذ هذا هذا كان جواب أولنا مع هذا مع جريانها جريان الأربعة في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة أي قائدة الطهارة ببعض الأبواب أي بحث الطهارة كما لا يخفى هذا جواب الصاني للمحقق الخراساني عن سؤال الذي بيّنه في الحقيقة إلى الآن في مقدمة المقصد السابع بينا لكم نكتتين نقطة الأولى كانت تعريف الأصل العملي وبواسطة هذا التعريف استطعنا أن نبين الأصل العملي جيدا ثم دخلنا في البحث الثاني أنه ما هو الفرق بين الأصل العملي والقواعد والقاعدة الفقهية لماذا نجعل مجموعة من القواعد خارجة عن علم الأصول بعنوان القواعد الفقهية هذا كان هو السؤال الأساسي ونحن أجبناها محقق الخراساني في آخر البحث يقول يعني في آخر بحث المقدمة يقول فافهم أنه نحن ولو ذكرنا هذه الأجوبة أفرز ما هو قاعدة التهارة لا غنية عن البحث لا تحتاج إلى النقاش العلمي ولكن هناك كثير من القوائد أخرجتموها أن تحت الأصول ولكن تحتاج إلى البحث العلمي ويحتاج إلى البيان قاعدة الحلية، قاعدة الفراش قاعدة الإحسان قاعدة نفي السبيل كل هذه القواعد لا تحتاج إلى التبيين العلمي ولكن ما هو مع هذا لم تجعلها في علم الأصول إذن جواب الذي ذكرتموه لا يكون جوابا شافيا ومقنعا أما بالنسبة إلى الجواب الثاني أن الأصول العملية عاما أصول الأربعة قاعدة الطهارة مختصة بباب خاص نقول هذا صحيح ولكن ما هو نحن في الحقيقة في أصل العمل جعلنا المعيار ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل أي بعد قطع يده عن الإمارات ماذا يفعل هذا جعلنا المعيار لم نقل انه ما هو ما يجرى في باب او ما هو في جميع الابواب. اذا كان هذا معيارا هناك طبعا ما هو قاعده الفراغ، قاعده الطهاره، قاعده التجاوز مثل الاصل العملي من هذا المعيار ما هو واجد للمعيار اي انه بعد فقدان الاماره وبعد فقدان القاطع نذهب الى هذه القواعد، هذه القواعد اما براءه واما قاعده الفراغ، اما قاعده التجاوز وامثالها. هذه القواعد اذا ما هو موزوعها الشك في الحكم الواقعي. لو نقبل هذا الكلام منكم انه لا نحن نزم الى تعريف الاصل العملي معيارا جديدا وهو عباره عن الشموليه وعدم الشموليه. نقول حتى الشموليه لا تختص بهذه الاصول. الشموليه لجميع ابواب الفقه صفه أو خصوصية لا تختص بإصالة البراءة مثلا أفرز قاعدة لا حرج قاعدة لا زرر قاعدة اليسر قاعدة التقيات نرى أن هذه القواعد مثل أصل البراءة لها سريان لها شمول يتمسك بها من أول الفقه إلى آخر الفقه ربما لأجل هذه الإشكالات محقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه في آخر البحث يقول في آخر المقدمة يقول فافهم يعني أنه ما هو هذه الأجواء التي ذكرناها لا تكون جوابا تماما وطبعا لو كان مراده من فافهم هذه المناقشات فينبغي على المحقق الخراساني تعميم البحث إلى غير الأصل العملي أيضا بينما هو لم يعمم البحث هو اكتفى بما فعله المشهور وجعل الأصل العملي أو المقصد السابع ما هو فقط أربعة معروفة بما أنه فعل هذا فنحن نفهم أن مراده من ففهم هو ماذا يكون صرف الدقة في البحث وأنه نستطيع أن نكتفي بما ذكرناه في مقام الأجوبة أو ربما يفهم أن جوابه مخدوش ولكن الوقت لا يسمح على حال طبعا للمشهور تعرض لما ذكروه الاعلام مهم اذا هذه الاجوبه انصافا لا تكون ما هو اجوبه دقيقه وطبعا اذا نجعل معيار الاصل العمل هو التطبيق على الموضوع نقول هذا التطبيق في قسم كبير من هذه القواعد يوجد ولو نعمم البحث الى القواعد الفقهيه كآلة الفتوى للفقيح حقيقة ما هو من جهة أخرى إذا هناك نفع. ألا يَهَا هذه القواعد باعتبار كونها داخلا في علم الأصول وقع موزع عناية الأعلام كثيرا ونقح جوانبها وبينت ما هو من جهات متعددة بينما القواعد الفقهية إلى الآن تحتاج إلى التنقيح والى التبيين المزيد ولم ينقح. لأجل هذا بما أن الأصول علم آلي ومن طرف آخر هذا العلم لا يحكي عن التكوينيات اعتباري على حال لو ننظر إلى غايته لو ننظر إلى تعريفه لو ننظر إلى المعيار الذي بيناه نستطيع أن نزم إليه قسم كبير من القواعد الفقهية وطبعا لكي يكون البحث منطقيا وفي اطار خاص ما هو نقسم القواعد الفقهيه الى اقسام متنوعه نقول قسم من هذه المسائل الاصوليه اصول العمليه او قسم من مباحث هذا المقصد ناظره الى القواعد التي جريانها فرع الشك في الواقع وقسم اخر يكون حاكما على الادله الاولي كقاعده الزرار والتقية والحرج ومثالها وقسم آخر ليس لها هذه المختصات مختص بباب خاص مثلا وطبعا بعد الاستقراء التام لو نقسم مباحث المقصد الصامع بهذا البيان ثم نندرج من كل قسم هناك بعض النماذج يؤثر وهذا ما هو له تأثير كبير على علم الأصول ونتيجته على الاستنباط الفقهي على أي حال لو لم يكن الشخص بنفسه أهل التحقيق ربما يكمل دورة الأصول ولكن لا يعلم أن القواعد الفقهية شيئا يعتنى به وهذا يكون نقصا لأجل هذا ما دام لا نستطيع أن نبين تبينا منطقيا لعملنا هذا فلماذا على أيها البخل العلمي نقول نوسع البحث إلى عموم القواعد الفقهية وطبعا ما هو تؤثر على علم الأصول وعلى الاستنباط أيضا هذا كله في مقدمة البحث والحمد لله قد أكملنا مقدمة المقصد السابع من الآن ندخل في فصل الأول من فصول المقصد السابع أي في إصالة البراءة بالنسبة إلى أصل البراءة في مقدمة البحث أذكر, أذكر لكم أو أبين لكم هذه النكتة أن المحقق الخراساني بما أنه تلميذ الشيخ رضوان الله عليه وكتابه كتب بعد كتاب الشيخ بعد كتاب الفرائد فأبحاثه ناظرة إلى أبحاث الشيخ كلان وتستطيع أن تقول أن هذه الأبحاث كلها حواشي لما يذكره الشيخ رضوان الله عليه في فرائده لاجل هذا أولا مراجعة الفرائد تنفع لفهم الكفاية وثانيا ما يذكره الله رضوان الله عليه يكون مختصرا جدا مختصر مضبوط مما ذكره الشيخ في كتاب الرسائل من يرجع إلى كلام الشيخ رضوان الله عليه في بحث البراءة يعلم أن الشيخ صور البحث إلى صور متعددة جدا الشيخ يقول أنت هنا ما تشك في التكليف الشك في التكليف إما شك في شبه وجوبية يعني تشك أن الشيء واجب أم لا واما شبهه تهريميه تشك ان الشيء حرام ام لا وهناك ما هو طبعا حاله ثالثه انه دوران الامر بين المهزورين انه ما هو لا تعلم ان الشيء واجب او حرام في كل من هذه الحالات لماذا نصل الى هذا الشك؟ لماذا يعرض الشك للفقيه؟ يقول منشا الشك الفقيه اما يكون فقدان النس النسل لا يوجد في المساله اما اجمال الناس دلالته لا تكون واضحة، اما تعارض النسين يسبب شك الفقيه لا يعرف يرجح هذا او ذاك واما ما هو الامور الخارجيه موضوع لا يكون له منقها شبه موضوعي يكون خب هذه الاربعه زرب الثلاث يسير اثنى عشر موردا والشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقسم البحث والبراءه بهذا المنوال طبعا ولو لا يتعرض لبعض الأقسام بعد في زمن البحث أو يتعرض للشبهة التحريمية بالتفصيل وللشبهة الوجوبية على نحو الاختصار ولكن أصل تقسيم البحث وهيكل البحث هو بقسم الذي نحن بيناه وطبعا في بعض الموارد هناك حكم مثلا اختلاف الأخبار والأصول سبب أن الشيخ يدخل في الشبهة التهريمية بالتفصيل وفي الشبهة الوجوبية على نهو الإجمال، مهم نحن نترك كتاب الفرائض صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أصلاً هذه التفاصيل لا تكون ضرورية والدخول في هذه التفاصيل يسير كبحر العميق الذي يسبب غرق الطليق ولا نستطيع أن نخرج منه مثلا ويحتاج ما هو إلى غواص ماهر لأجل هذا صاحب الكفايه رضوان الله عليه يعتقد وهذا اعتقاده متين جدا يخلص بحث البراءة لماذا؟ لأنه أكثر هذه الموارد وهذه الأقسام تشترك في كيفية الدليل وفي كيفية البرهان فلماذا نقسم البحث وناخذ من الوقت بالإضافة إلى هذا بعض هذه الأقسام أصلا لا ترتبط بعلم الأصول صاحب الكفايه يسرح في هاشيته مثلا شبهة الموضوعية منشأ الشك شبهة الموضوعية لا يرتبط بعلم الأصول على أي نتركه هو الصور متعددة هنا يخرج أو مثلا تعارض النسين أيضا محقق الخراساني يقول في تعارض النصين هناك لو نذهب إلى التساقط ونتيجة التساقط هي فقدان النص وفقدان النص هو فرض الأول ففي النتيجة ما هو لماذا تجعل قسما مستقما اذا كان و التعارض رجحان احد الدليلين على الاخر حيث هناك حجه يوجد شك اصلا لا يوجد اما ازا كان لعجل التعارض الخبرین متساويان رجحان لا يوجد لا نذهب الى التساقط نقول هنا رجحان ايضا ازا لا يوجد تارة نذهب الى التخيير ايضا هنا الحجة توجد لانه احد الخبرين يكون حجة مع وجود الحجه أصلا شك في التكليف لا يوجد، يعني خرجنا عن بحث البراءة، نعم لو ذهبنا إلى التوقف فهنا إذن يخلق لنا الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي ويدخل في بحثنا. لأجل هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول ما هو فقط في هذا الموريد، يعني إذا ذهبنا إلى القول بالتوقف نستطيع أن نجعل هذا إذن في زمن هذا البحث. وطبعاً محقق الخراساني يقول الدخول في هذه التفاصيل والأقسام غير ضروري لأن الوجه والدليل يكون واحداً ومشتركاً لأجل هذا على نحو الكلي فقد يقول شكنا إما يكون الشك في وجوب الشيء وإما الشك في حرمة الشيء بالراه يبين مجرى البراءة ولا يفصل أكثر من هذا يقول لو شك في وجوب شيء أو حرمة شيءٍ. لو شككنا في وجوب شيءٍ أو حرمة شيء، ولم تنهز حجةٌ على الشيء. لا الحجة والدليل على الوجوب يوجد. لا الحجة والدليل ما هو على الحرمة يوجد. يقول لو شككنا البراءة هكذا يقول. طبعاً هذا هم تعريفٌ لإصالة البراءة. وهم تبيينٌ لمجرى البراءة. وهم تبيينٌ لنتيجة البراءة. الدليل على إصالة البراءة يأتي إن شاء الله فيما بعد يقول لو شك جاز شرعا وعقلا ترك الأول أي مشكوك الوجوب وفعل الثاني أي مشكوك الهرمة إذا شككته شرعا يكون جائز لماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عقلا يكون جائز لقاعدة قبع العقاب بلا بيان وكان المكلف مأمونا من عقوبة مخالفة هذا الشيء خوب. لماذا على وقعت في الشك لماذا الحجة لم تنهز يقول كان عدم نهوز الحجة إما لأجل فقدان الناس أو فقدان الدليل أو إجمال الدليل واحتمال الدليل الكراهة أو الاستهباب دليل يوجد ولكن دلالته لا تكون واضحة ولكن أو تعارض الدليل والناس ولكن في مورد الذي لم يثبت بين الدليلين ترجيح لو ثبت هناك ترجيح ظلم راجح طبعا يكون دليلا وما هو نخرج عن البراءة في فرض تعارض بشرط تساوي الدليلين وفقدان الترجيح ما هذا بناء على التوقف في مسألة تعارض النسين لو ذهبنا إلى القول بالتوقف وإلا لو ذهبنا إلى التخيير ما هو أحد الخبرين يصير ما هو حجة فيما لم يكن طبعا ترجيح في البين أو تعارضه في ما لم يكن ترجيح في البين طبعا وأما بناء على التخيير كما هو المشهور في زماننا يقول فلا مجال لإصالة البراءة وغير إصالة البراءة الاحتياط والتخيير وامصالها لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها في المسألة كما لا يخفى ووزحت لكم هذه المسألة جيدة، أنه صرفاً على حسب بعض المباني في بحث تعارض النسين يمكن التمسك بإصالة البراءة، فنرى أنه ما هو تبيين هذه الأقسام بالتفصيل وتكرار الدليل في كل قسم، ما هو لا يحتاج لا يكون ضرورياً أصلاً. نحن ولو ذكرنا 12 عشر قسماً، وفي الحقيقة ما هو دوران الأمر بين المهزورين لو نخرج يصير ثمانية أقسام، في كل هذه الأقسام الثمانية أسلوب البحث يكون واحدا، أدلة البحث تكون واحدة، فلا نحتاج إلى البحث أكثر من هذا، هذا كله في تحرير محل النزاع في إصالة البراءة، وفي مجرى إصالة البراءة، وفي تبيين البحث، أما دليل البراءة من القرآن والسنة والعقل سندخل فيها إن شاء الله من حلقة مقبلة وفي الختام أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم ادعوك ربي وقبيبي سامعني إلهي ومجيبي والعمر أنوار المغيبِ فاغفر بحال العبد يا الله فاسمك واغفر وارحم